الصحجي، تس الرغاي الاكيل والفائس والخل الوفي والانتيم والبرو، انواع صداقات تلاقيهم بكل شله. على فكره يا جماعه، الصداقه القويه والمتينه لها فوائد كتير. اول شيء بتحسن نظام مناعه جسمك، وكمان بتزيد سعادتك، بتصير دائما فرفوش ورايق، وكمان بتحسن صحتك العقليه. يعني صداقه مو بس طلعات وفوتات وسردات، صداقات يلي الله يحرمنا اياهم ويعدمنا اياهم، هنن رفقات المصلحه يلي ما بيحكوا معك غير وقت بدهم شيء منك. يعني على مبدا وقت المصلحه في مرحبا. الرفقات الحياية يلي بالوش مراية وبالقفا صرماية، ايه تماما نفس الحياية، بيلدغوا فيك وكأنه هنن منن عاملين اي شيء. بس هدول الرفقات بتكشفون المواقف، مثل وقت بدك تحكي لهم شيء قصة بدل ما يساندوك ويوقفوا جنبك ويقولوا لك هذا صح وهذا خطأ، بالعكس يوجهوك على الطريق الخطأ ويشمتوا فيك كمان. هدول الرفقات عن جد الله يحرمنا ياهن. صبايا خبرونا بالتعليقات إذا بتعرفوا شي بنت تس، ولا تقولوا التاج حسرة. أما رفقات الحباقة، شوية حب عشوية صداقة، كيف زبطت هيك؟ زبطت بين كتير من الشباب والصبايا يلي بتلاقيهم حابين بعض، بس بنفس الوقت هنن رفقات ما في بيناتنا شي. بالصراحة كيف ما كانوا حلوين حلوين، سواء كانوا حابين بعض أو بس رفقات. إذا بتعرفوا حدا هيك كمان خبرونا عنه بالتعليقات. أما رفقات الأعدقاء بعكس الأصدقاء، يعني هو عدو يبين حاله أنه هو رفيقك ومحب، بس هو من جواته ما بيكن لك غير الحقد والكراهية وبيتمنى لك السوء دائما. هذا العدو يلي عامل حاله رفيق ما بيضيع فرصة غير إلا بيشلي عليك وينزل عليك حكي حكي حكي. تأكل هذا بالعادة بيكون وزنه زايد شوي صغيرة ويتمتع بحس دعابة، شغلته شغلة بيحكي عن المطاعم وين راح وين إجا من المطاعم يلي أكل فيها، وبيحكي عن الوجبات الطيبة. يعني إذا بدك تسأله عن مكان طيب فيه أكل منيح وظريف ما عليك غيره. أما الرفيق الفائس يلي شغلته شغلة بيفقص من الطلعات والمشاوير، وهو نفسه يلي بقلكن وين ما عم نشوفكم خلونا نظبط شي مشوار. الاوفر يلي يتميز بالعاده انه يكون صوته عالي وضحكته ضحكه ست فضيحه، مثل ضحكه الرقاصات، مره بيشخر فيها ومره بيشحط فيها ومره الى نغمه معينه، فيك تحطها كمان للمنبه اذا كان بدك. اما السينيال كيوت يلي بتلاقيه بيهتم كتير بمظهره الخارجي وشكله، يعني ما فيك تطلع معه هيك طلعت يلا قوم نطلع، بدك تاخذ منه موعد قبل بوقت يومين ثلاثه على اقل تقدير. ليش؟ لانه كتير بيهتم بالمظاهر، كيف بده يشوفوا العالم. ثورجي يلي شغلته الشاغله وحديثه عن الثوره والحريه والمظاهرات وشعاره انا اخالف اذا انا موجود. الدراما كوين شغلته الشاغله حزنان وتعبان وزهقان وكرهان الدنيا وما فيها، ورياته وبوستاته كلها حزن بحزن، يعني عايش القصه ومصدقه تماما. طيب ليش بيعيش الدراما كوين؟ بالمختصر وبالمشرمحي، لانه ما في يعيش بلا نكد. المثقف يلي بتلاقي حكيه دايماً عن أفلاطون وسقراط ومحمود درويش ونزار قباني، ولازم ياخد رفقاته على المقاهي اللي بيقعدوا فيها شلة المثقفين، وما بيطلب غير فنجان قهوة وكاسة شاي مشان هيك يمخمخ فيها. البرو هاي برو، كيفك برو؟ وين بدنا نروح برو؟ البرو جاية من كلمة براذر، الأخ بالإنجليش. طبعا بتلاقيها بين كتير الشباب يلي بيكونوا قراب من بعض، بيعتبروا بعض مثل الاخوه، ما فيك تقول وين سين غير تذكر وين عين. علاقتهم كتير ظريفه، بس طبعا ما بتخلى من المشاكل والمسبات. اما رفقه اصدقاء الاصدقاء، يعني بتتعرف على رفقات من خلال رفقاتك، ممكن كتير هدول الرفقات بيصيروا اعز من رفقاتك الاساسيين، وبتلاقي بيناتهم كتير نقاط مشتركه وكمان احاديث مشتركه. البيستي والأنتي والخل الوفي، هذا هو صديقك المفضل يلي هو معيار كل الرفقات، ما بيتقل بالذهب بذوب وأبدا ما بيصدي. هذا الرفيق يلي بتقدر تحكي له شو ما بدك بدون ما تفكر إذا بيوم من الأيام ممكن يطلع سرك. هذا الرفيق يلي بتلاقيه بيضحك على ضحكتك، مو لأنه القصة ممكن تضحك، بس لأنه أنت ضحكت هو ضحك. يلي بتلاقيه بيزعل على زعلك، بتلاقيه دايما معك وين ما رحت وين ما اجيت، بأفراحك
بأتراحك. إذا عندك هيك رفيق خبرنا عنه بالتعليقات واحكي لنا شو صفاته. الكاتب ويليام رولينز، مؤلف كتاب بوصلة الصداقة، حدد 3 أنواع للأصدقاء. النوع الأول شخص تتحدث معه، النوع الثاني شخص تعتمد عليه، النوع الثالث شخص تستمتع أنك تقضي وقت معه. طيب إذا ويليام يقول هيك أنواع الرفقات، معناه كم صديق لازم يكون عندي بالحياة؟ بس يا جماعة لحظة شوي، القصة أبداً مو بالعدد، القصة بالنوعية. ممكن كتير يكون عندك معارف بس بتحس حالك وحيد لأنه ما عندك أبداً صداقة حقيقية. سعيد كتير يلي بيصادف بحياته خلوة فيه، ومحروم كتير من نعمة الصداقة يلي أبداً ما بيصادف بحياته خلوة فيه. أهل زمان قالوا اختار رفيقك قبل ما تختار طريقك، لهيك عرفوا كيف تختاروا رفقاتكم وخبرونا عنهم بالتعليقات. سلامات.